برنامج صناع الرأي كيف زاد برنامج الجيل الجاي كله يصب في انه يخلي الشباب يعطي رايه ويتكلم. لومبرانت نتاع زعما اللي هو فريمون فما شباب يحترم راي الاخر ما نقصوش على بعضنا نحاولوا ديما يكونوا نظم دونك ما فماش البلاتو نتاع كله عياطات وصياحات. بالضبط هو فما قاعده تقول خير الكلام ما قل ودل ولا افراط ولا تفريط. احنا في مناظره نشوفوا 99 ثانيه قادره كيف ما قالت زينب انك تقول الحجج نتاعك من غير ما تتجاوز وتولي تدخل ربما في برشا كلام ولغو زايد ما نستحقوش والا تنقص من قيمه الكلام. دوك صناع راي هو اسم على مسمى دوك فريمون عبيد تصنع راي ما تكونسومي جوست لي زانفورماسيون دوك عندها علاش تمن بهذيك بالحجج سورتو نخدموا ياسر بالامثله لي ريغيرش نتاعنا ما تجيبش معلومه مضله نخدموا ياسر انه نجيبوا المعلومات نتاعنا تكون معناها من دي سيت اوفيسيل.